اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده احنا متفقين ان هي لازم شرط اساسي تناسب كل افراد الاسره، الصغير نرضيه قبل الكبير والكبير على راسنا من فوق. هتعمل لنا النهارده يا شيف؟ النهارده فكرت ان انا اعمل حاجه جديده، والتفكير في المنيو بيرهقني اكتر من المشتريات. المشتريات كل حاجه موجوده، روح على السوبر ماركت بتاع الخضار بتاع الفراخ بتاع اللحمه، الحمد لله كل حاجه موجوده باسعار متفاوته. ولكن لما اعمل حاجه جديده، دبابيس الفراخ دايما احنا محددين اقامتها في ان هي تتعمل فرايد تشيكن او تتعمل كريسبي او مقليه مشويه، ان انا اعملها بدبس الرمان وبطريقه جديده، ده اللي ما شفناهوش قبل كده. شوف نعملها مع بعض ازاي على طريقه المغازي، هتعجبكم بالتاكيد. معانا كمان لحمه مفرومه ومشروم. النهارده هنعمل طاجن لسان العصفور باللحمه والمشروم، يعني مشترك اتنين بروتين حيواني ونباتي، والاتنين احسن من بعض، بس بروتين المشروم امن شويه. اما عصير الرشاقه والاناقه وكمان عصير يساعد على التفكير، عصير السموز جرين، كل حاجه تتحط في الخلاط بتاعك هي خضره، وربنا يخضر ايامنا ان شاء الله، اذا كان التفاح الاخضر ولا النعناع ولا الكرفس ولا الكيوي مع تلج وعسل، بالتاكيد العصير ده هيكون له مذاق خاص جدا. والصوره الحلوه على الشاشه تتحدث عن نفسها. معايا عصير سموز جرين، تفاح اخضر حطي، كيوي حطي، كرفس افرنجي حطي، تفاح اخضر حطي، نعناع اخضر حطي، بس خلاص بقدره على الشاشه. معانا عسل ومعانا عصره ليمون حلوه عينيه اهو، انا بروع الطبق بس انا عارف انك بتحب الحاجات الحلوه دي كده اهو زي الفل. ودبس الرمان انا مكتره طبعا عشان اللي عايز يغمس. عاملين رز ابيض ناخد منه ونحط على الرز. عدل الاكله دي للامانه بالامانه يعني ما قلتليش لحد، شويه رز ابيض توابلهم قليله، ما تكتريش توابل فيهم يعني رز ابيض كده بزيت بس كده وخلاص. الشكل ده مع حضراتكم نعمل العصير مع بعض. طبعا عندنا الفرن فيه الطاجن الحلو، فيه كل العناصر الغذائيه، فيه هرم غذائي من مكونات العجينه او المشروم او اللحمه المفرومه او لسان العصفور. تعمل ايه يا شيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه اخبارك؟ حلو قوي. تمام. مقادير العصير على الشاشه شفناها مع بعض. ده انا هعمل مفاجاه دلوقتي لطيفه وجميله على فكره، هتعجبكم قوي. معانا الكرفس، معانا العسل النحل، ومعانا يا نعم ومعانا تلج. للي عامل دايت يشرب من العصير ده، عصير فيه كل الكيوي طبعا فيتامين سي احنا كلنا عارفين، وعندنا كمان التفاح للقلب مفيد جدا واليافه مفيده جدا لمشاكل الامساك او مشاكل الاسهال، بينظف القولون. طبعا احنا عشان نقعد ناكل تفاحيه خضراء مجهود إذا كان من مزازة أو حموضة أو وقت، إنما لما نشربه عصير مخلوط بعسل نحل وكيوي وقليل من الكرفس وقليل من النعناع، بالتأكيد طبعا هيكون طعمه مختلف. هو العسل هيغير كل حاجة عموما يعني. حلو. أول حاجة بحطها طبعا بسم الله الرحمن الرحيم الكيوي مع النعناع الأخضر. هو يعني مكوناته ليه سموه جرين سموزي؟ عشان كل مكوناته لونها اخضر. طب يعني انا بحب المانجا، لو حطيت فص مانجا هيزعل؟ ابد، هيبقى طعمه زي الفل. بحب الليمون، حطيت قشره ليمونه خضراء هيزعل؟ ابدا. هو ده المطبخ، له قاعده وله دستور وله قصه خالص. حبك للمطبخ بيبان في الطبق. بالقشره ما تقشرهاش، انا عايز الالياف بتاعه القشره. تفاحه واحده كفايه. كرفس، عروق الكرفس مش ورق الكرفس. حلو. عندك ممكن تحط خيار على فكره، والله لا احط خيار. معايا الخيار بس.
يتشرب عصير الخيار ده لطيف جدا، خلي بالك. اه كل دول مع بعض، كل دول مع بعض يا عم الشيف. حلو قوي. عسل، حط التلج الاول، التلج عايزك تعمل العصير ده لاولادك النهارده، ونحط العسل النحل. يا ويلي، ماء مثلج وفي قلب الخلاط، وفي قلب الخلاط يا عم الشيف. لا مش هنحط حليب. آه. يا صوت الميه بس، خلاص في قلب الخلاط. اسف للازعاج، شيل كده زي الفل. جربي العصير ده الامانه يعني. يا صبابين العصير زيدوا حالاته. تعالي بقى تقعدي كل حبيتين كيوي مع حبايه تفاح، مجهود بجد. اه ما عندناش وقت، كوبايه عصير بتغنيك عن المجهود. اه والطعم طبعا هنا مختلف، خلي بالك. انسجام ما بين أربع أنواع من الخضار: كرفس، نعناع، تفاح، كيوي. حلوة. نشوف بقية شغلنا وختامها مسك، نطلع اللي في الفرن. أنا عايزك تعيش اللحظة دي معايا يا فاروق، إحنا وفرسان التلفزيون المصري. اللحظة الحلوة، لحظة الإبداع. إيه رأيك؟ تعيشها معايا؟ يلا بينا. رؤية، فن، إبداع، حب لمطبخك، تطلع كل حاجة حلوة. إذا كان العصير اللي إحنا عملناه عصير الرشاقة والأناقة، معانا دبابيس فراخ غرقانة في دبس الرمان والحب بتاع الدبس الرمان، طبق سلطة الجرجير مع الطماطم والبصل، طاجن الجميل الحلو اللي بيتكلم مصري ده بأفكار طهوية بسيطة وسهلة وغير مكلفة زي ما قلت لحضراتكم، ولكن التكلفة هنا تكلفة فكرية مهنية طهوية. رؤية، فن، إبداع، من مزبيرو.